في خبر تاني هنستعرضه دلوقتي مع حضراتكم ونشوف رايكم فيه، عايزين نستثمر وجودكم يعني معانا. طبعا كلنا شفنا امبارح على السوشيال ميديا وتابعنا الفرحه الهستيريه للبطل الناشئ مروان الفحله بعد وصوله لخط النهايه وفوزه بفضيه بطوله العالم لليزر ران للناشئين بالصين، ودي الصوره طبعا اللي بقت ترند على السوشيال ميديا امبارح. بس وهو ده النوع التفاخر اللي احنا عايزين نشوفه الفتره الجايه يا شاذلي، او عايزين نشوفه طول الوقت، انك تتفاخر بانجاز حقيقي انت عملته. فرحه اللاعب المصري اللي غالب دي ملامح وشه، وده يعني ظهر عليه في صور التتويج انه ملامح وشه مبتسمه وبيضحك على طول، يعني زي ما قلنا انه ده النوع من انواع التباهي اللي احنا عايزين نشوفه. الحقيقه ان مروان الفحله بس مش هو اللي حقق ميداليه، ولكن ابطال المنتخب المصري للخماسي حققوا 14 ميداليه لبعثه مصر حتى الان. ده شيء ايجابي جدا وخبر ايجابي اجتماعيا ونفسيا بقى. اجتماعيا ونفسيا انا شايفه انه في الاساس بصوا الجمال، انا يمكن شايفه انه يعني ما شاء الله باين على الحلاوه بتاعتها، لا هو باين كمان على ملامحه انه هو عنده مناعه نفسيه قويه جدا، وطبعا المدرسه الاولى في التنشئه او في التنشئه هي الام، فمن الواضح ان هي انا عايزه اقول هي تحيه للامهات والاباء الحقيقي، يعني هم برضو ابطال الامهات والاباء الحقيقي، يعني شايفين ابطال المنتخب المصري، يعني زي ما قلنا ان هم حققوا 14 ميداليه لبعثه مصر حتى الان ببطوله العالم للليزر اللي اقيمت في الصين في الفتره من 7 الى 9 يونيو الجاري بمشاركه 550 لاعب بيمثلوا 24 دوله بيتنافسوا في المراحل العمريه من 9 سنين حتى الماستر 70 سنه بما فوق. يعني شايفين ابطالنا اللي مشرفينا نفسيا ازاي الابطال دي نشأت؟ ده موضوع كبير جدا بس هم فعليا الاطفال يعني 9 سنين وياخد بطوله، يعني في ام وفي اب وفي رعايه وفي تربيه، وعلى فكره يعني في مرونه نفسيه لان الموضوع ده بيكون موضوع فعلا ضاغط. حضرتك متخيل لما بتدخل امتحان، مجرد امتحان بتبقى متوتر ومضغوط قد ايه، فما بالك بتدخل بطولة طبعا. فالموضوع فعلا يعني تحية ليهم وتحية أنا بجد من هنا من البرنامج بجد أنا بشكر أم البطل، لأن هي البطلة الحقيقية، هي الأم العظيمة، هي الحقيقي اللي زرعت فيه القيم والمبادئ، وهي اللي زرعت فيه الثقة اللي أنا شايفها في عينيه والفرحة اللي في عينيه. أنا في الحقيقة أنا مبسوطة لأجل أن طبعا ده مصري وإحنا مصريين، وده شيء يستدعي كده فخر طبعًا. ان احنا طبعًا. في حاله كده من الهويه المصريه ان انت في الصين وبتمثل بلدك وتسع سنين، لا عظيمه يا ام يا مصريه عظيمه يا بجد. ده ممكن ينعكس بقى على المجتمع ازاي؟ انه الاطفال مثلا لما يشوفوا نموذج زي مروان وزي الشباب اللي حققوا، او الاطفال ما يعتبروش الجزء الايجابي من التباهي هو التباهي بالنجاحات هو التباهي بالنجاحات وبالانجازات، وانه مش بيؤدي الى حاله من التشجيع. وفي الحقيقة الأمر يمكن نظرتنا للبطل ده بتبقى مختلفة شوية، لكن أنا شايفاه دايما بعين إنه لا، في تعب وفي مجهود كبير قوي اتبذل علشان يطلع وإن هو ينجح النجاح ده، وعلى في الحقيقة هو نجح قبل ما ينجح لأنه كان شايف النجاح، لأنه كان حاسس بيه واثق فيه، وهو ده الجانب الإيجابي فعلا من التنشئة الإيجابية ومن بجانب المرونة النفسية وعنده مناعة نفسية، وأكيد ده حصل في البداية الأولى أو في التنشئة الأولى. دكتورة ريهام سريعا جدا جدا، أنا كأم النهاردة إزاي أوجه عيون أولادي على النوع ده من الإنجازات البيرز بتاعهم أو اللي قدهم في السن بيعملوها، عشان أنا عايزاهم يشوفوا ده مش عايزاهم يشوفوا الناحية التانية. التعزيز الإيجابي وإني أنا أقدر إن أنا أدعم وأشجع ولادي ويكون ليهم قدوة يعني يحتذى بها للنجاح، واني انا اقدر ان انا اساندهم وان انا اشجعهم بصوره ايجابيه وهو الام والاب في الحاله دي حقيقي حقيقي هم بيكونوا الابطال فعلا.